نحن نعود إلى هذه الكلمة نون والهاء والجيم. هذه تطلق دائما المعاني التي تكون في البداية دائما تكون معاني مادية وتنتقل إلى معاني أخرى معنوية ورمزية. فالنهج الطريق الواضح، النهج الطريق الواضح، ونهج بمعنى سار على طريق واحد، سار على طريق بين يسمى النهج والمنهج والمنهاج. وفي القرآن لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا، أي طريقا تسلكونه. حينما تأخذون الآية شريعة ومنهاج، شريعة ومنهاج، الشريعة هي أيضا تفيد الطريق الواضحة أو مشرع الماء الذي يوصل إلى الماء أو المكان الذي ينبغ منه ينبع منه الماء. هذه معاني متقاربة. لازلنا نحن نقول مشرع الماء، بعض المناطق ديالنا مشرع، مشرع هذا لنا. وهذا الـ هذا الـ هذا يفيد أن الشريعة التي هي من هذا القبيل هي كالمشرع الحسي، يستقي الناس منها فيتطهرون ويقع لهم الري، لأن الذي يذهب إلى المشرع يتطهر ويزيل العطش ويزيل. والشريعة من هذا المعنى هكذا، هي شريعة بمعنى أن من اتصل بها تطهر من الأضرار والأوساخ، وأنه أزال عنه العطش الذي يمكن أن يقتله. وبعض كان يقول كنت أشرب فلا أروى، حينما عرفت الله رويت من غير أن أشرب. هذا شرب آخر معنوي. والشريعة تشبه هذا من حيث الاقتباس المادي. إذا الشريعة طريقة واضحة ولاحبة، والمنهاج كذلك، فكأن هاتين الكلمتين تتعاونان على نفس الدلالة، أي إن الشريعة إن المنهج لا بد أن يشترط فيهما أن يكون سبيلا واضحا. هناك نهج بمعنى آخر، وهو إذا كان يسير الإنسان يسير في الطريق ولسبب ما، ربما لمرض فيه أو لطول الطريق، يحس بتوالي الأنفاس، يتوالى النفس. ها اش يقول؟ رينهج رينهج، هذه عربية. وكنت أنهج لأنه جاء من نهج طويل، أو لأنه لم يكن يستطيع أن يسير سيرا عاديا فكان ينهج ويحتاج إلى أن يتوقف ليستريح. إن هذا العموم المادة اللغوية، وهي كلها متقاربة بأن المنهج لابد له من أن يكون مسلكا وأن يكون واضحا لا غموض فيه. هذه المعاني الأساس التي نأخذها.